السلام عليكم ورحمة الله. كان للخمر والميسر مكانة عظيمة في الحياة الاجتماعية للعرب في الجاهلية وفي أول الإسلام. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألك المسلمون أيها النبي عن حكم شرب الخمر وبيعها وشرائها. والخمر مأخوذة من الفعل خمر أي سترة، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. والخمر على أرجح الأقوال هو كل شراب مسكر من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ويسألونك عن الميسر أو القمار، وهو أخذ المال وإعطاؤه بالمقامرة. وسبب تسمية الميسر بهذا الاسم أنهم كانوا يقسمون الذبيحة إلى 10 أجزاء، ويسر في اللغة معناها قسم إلى أجزاء، فكانوا يأتون ب10 أقلام أو أزلام، وتقسم إلى مجموعتين: 3 أقلام لا تربح شيء، و7 أقلام تربح بنسب متفاوتة. فتجد أن قلم يربح جزء واحد، وقلم آخر يربح جزءان، وقلم ثالث يربح 3 أجزاء. ثم توضع الأقلام العشرة في جراب أو ما شابه، وتمزج جيدا، ثم يقوم كل فرد بسحب قلم واحد، فهناك من يربح جزء أو جزءان أو 3 أجزاء. أما من لم يربح فيدفع ثمن الذبيحة. ويدخل في حكم الميسر القمار أو الرهان وكل ما فيه ضياع الأموال أو أخذها بدون وجه حق. والميسر من اليسر، فتأتي الأموال وتروح بسهولة دون مجهود يذكر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل لهم في ذلك مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة في الدين والدنيا والعقول والأموال، وفيهما أيضا منافع للناس. ثم جاء التوضيح والبيان: وإثمهما أكبر من نفعهما. لن أستطيع أن أحصر كل آثام الخمر أو الميسر، ولكني سأجتهد وعليك أن تكمل. وللخمر مفاسد أخلاقية ومجتمعية واقتصادية وصحية. نبدأ أولا بالأخلاق، فالخمر تفسد الأخلاق وتميت الحياء وتضعف الضمير. والخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن منا يقبل أن يكون بهذا الشكل؟ فالخمر تذهب الرشد وتزيل العقل، والخمر سبب لتلف المال وضياعه، والخمر يدمر الصحة تدريجيا حتى ينتهي الأمر بالسرطان والوفاة. وكثيرا ما تحول الأصدقاء بعد شرب الخمر إلى أعداء، وأحيانا يصل الأمر إلى القتل. وهناك دراسات أمريكية تؤكد أن سبب انتشار العنف والجرائم والاغتصاب والانتحار هو إدمان الخمر. وهناك قول مأثور لطبيب ألماني مشهور يقول: أغلقوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون. ولا يقتصر الأمر على الإسلام، بل هو موجود في غيره من الأديان. عندنا مثلا سفر الأمثال هنجد فيه: لا تكن بين شريب الخمر بين متلفي أجسادهم. هذا ما استطعت أن أجمعه من إثم الخمر ومفاسد الخمر وأضرار الخمر، وعليك أن تكمل وتدلي بدلوك. أما منافع الخمر بعد بحث طويل لم أجد إلا لذة وهمية لمن يشرب الخمر، وأرباح فلكية لمن يبيع ويتاجر في الخمور. لا يختلف الحال مع الميسر، وله إثم كبير على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والصحي والاقتصادي. فكل مقامر هو إنسان كسول، مضيع للوقت، فاسد التربية، غير منتج، لا يسعى أبدا للعمل. ولماذا يعمل إذا كان المكسب يأتي إليه بسهولة؟ ولكن تمهل، ما يأتي بسهولة يروح أيضا بسهولة،
وانظر جيدا إلى حال زوجة المقامر وأبناء المقامر وما هم فيه من حاجة وعوز شديد. تخيل في الجاهلية كان العرب يقامرون أحيانا على الأهل والمال، ولك أن تتخيل. وكم من رجل ثري فاحش الثراء فقد كل ثروته في لحظة واحدة وتحول إلى فقير لا يجد قوت يومه أو قوت أولاده، وانتهى به الأمر إلى الانتحار. ولماذا دائما تمتلئ صالات القمار بالبوديجارد؟ لأنه غالبا ما ينتهي الأمر بخلاف وعداوة وقتال، وأحيانا يصل الأمر إلى القتل. أما منافع الميسر فلم أجد إلا نشوة وهمية وبعض المكاسب المالية التي لا تدوم. وسؤالي الآن لك أنت، هل يستحق الخمر والميسر كل ذلك؟ والعاقل يرجح المصالح ويجتنب المضار، وإن شاء الله إنك من العاقلين. فلما تبين ذلك تركها أناس لإثمهما واستمر عليها أناس لنفعهما، وكان ذلك على سبيل التدرج في الحكم حتى انتهى الأمر بالتحريم الكامل للخمر والميسر. ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك أيضا عن القدر الذي ينفقونه من الأموال تبرعا وصدقة، فكان جواب الحكيم: قل العفو، قل لهم أنفقوا القدر الذي يزيد عن حاجاتكم، وأنفقوا ما تيسر كل على قدر قدرته، وتصدقوا ولو بشق تمرة، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأفضل الإنفاق على النفس، ثم على الأهل، ثم على الأقارب، ثم على الأدناء. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وكل من يتفكر في الدنيا وسرعة انقضائها يرفضها، وكل من يتفكر في الآخرة وبقائها يعمرها. جزاكم الله خيرا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.